سؤال. لا لا والله العظيم، والله العظيم سي تريز انتيريسون، نقول امام الشعب يعاودوا يشوفوها. الهضره اللي هضرها بن حليمه كان حافظها، واش قال عبدو سمار؟ قالوا لزيطوط اون ديريكت، حافظها كلمه بكلمه، روحوا عاودوها تلقاوها كيف كيف. يتمسخر كبران يا ربك كبران. ها خلي اوسيكي على الطاوله، على الطاوله واش يهضر حفظه وقالوا. المهم انا نصحته لوجه الله، لا باش يعرفوا، انا كونسييتو الكافي البكبك هذاك، قلت له يا ولدي لا عندك دي زافوكا غير ديرهم في اسبانيا، باسكو فرنسا ما رجعتك لاسبانيا، سي لي زاكور دو دوبلان. فوالا سيفي كي اللي يعرف شويه بس مو يفهم باللي هذا راح يولي اسبانيا، سا سي سيري سيري. سي لي زاكور دو دوبلان، شوف سي لي زاكور دو دوبلان، كون دوله من اوروبا والله لي سينياتير دي زاكور كومبارابل زاكور دو دوبلان، دونك نهضر على لا سويس برانسيبالمون، ما تخطى فيهم حتى دوله، باسكو سينون ابري يعود الواحد يقدر يدوموندي لازيل بوليتيك في الالمان، والالمان تطيشو فرنسا تقراه، والله اسبانيا تقراه، والله وتاكل بعضها. ايزون كونفنو لي زاكور دو دوبلان، منين دخلت تم يصدر القرار عليك. فوالا قلوها لزيطوط بيسك راهي في البيرو تاع ماكرون، دونك يسوفيه ماكرون. اه خلاص في البيرو. ميرسي ليا. ميرسي ميرسي فريد، ميرسي بور تون انترفونسيون. ميرسي نوتر سي فرير فريد. يعني واش نقول لكم، فوالا فوالا ان جون ان جون فريد ان جون، انا جو بريفوا واحد كيما فريد ديسي 20 ans سي كالكان دو بريزيدونسيابل، سي كالكان كي بو تران تري غران طون بوليتيك الجيريان، نقولها فوالا كيلكو سوا الناس واش تخمم، مي بور موا سي فوالا فوالا il est excellent. احمد je confirme avec toi et ça serait un bonheur parce que c'est un garçon éveillé. Exactement. Non, non, je l'ai dit, mais on va le dire. Bon, maintenant. On a toujours dit, yes. Maintenant, je vais appeler une dame. Ça, la dame a dit. La question est sous elle. Ahem, sous elle. Toriha, Lia, Lium. Menhend, Hakim, Bijaya. داير بلوكيتها. قال لي الياس علاش الجهل الجهلة يخافوا الله والأذكياء يحبوا الله. قبل ما نجاوبك السي حكيم بجاية ها ان فرونسي، بوركوا لي زينيورون اون بور دو ديو اي لي انتيليجون ام ديو. بيان. شوف حكيم بجاية هنا طحت لي في قلب الحبة. علاه؟ أنا السياسة ما نحبهاش، ما نحبهاش بصح التيولوجيا أو العلوم التعبدية أو التحاليل الدينية أو تدبر القرآن أو تدبر فكر القرآن والوحي، ساجادور ساجادور، يعني يكون يخيروني بين ندير سياسة ونحكي مع ناس في مواضيع كيما هذه كيما السؤال تاعك السي حكيم، شو بريفير المواضيع كيما السؤال تاعك. نعطيك رأيي، أولا كم مرة ذكرت إن ذكرت كلمة يخاف الله؟ الذين يخشون الله وعادة تتبعها بالغيب، الذين يتقون الله بالغيب، الذين آمنوا، الذين هم يوقنون. بصح الخوف مش مذكور بزاف، بالك مش مذكور كاع، مانيش حاب نغلط، مي جو كروا كلمة خوف ما سمعتهاش في القران والله اعلم، بالك مذكوره بصح ماشي كيما نقولوا حنايا في ايات بزاف. دونك الجهله ما يخافوش الله، يخافوا راي الناس في عبادتهم الصوريه لله، لانه الجهل ما يقدرش يخاف، لانه ما يقدرش يلحق المعرفه الكنه الالهي الى الله والالوهيه.
بصح الاذكياء ما نقولش الاذكياء، نقول اولي العلم اولي الالباب. يخشون الله، يتقون الله، ويحبون الله. لأن الحب أقوى صلة من الخوف. حتى لو اعتبرنا من ناحية فلسفية، ما دام الله عز وجل هو القوة الخارقة التي لا قوة قبلها ولا قوة بعدها ولا قوة معها، الخوف يعتبر أمر دائم. لكن الخوف في المجال الإنساني أمر غير دائم. اليوم نخاف منك، غدوة ما نخافش منك باسكو أنا قويت عليك. دونك الخوف يعتبر أمر إنساني، لكن المحبة والتقى واليقين أمر روحاني وأمر إلهي. أنا أشوف حكيم ما قلت لي في واحد الموضوع نقدر نحكي فيه 6 سوايع. بصح نعطيك الآية، ما نقولوش الشهيرة بصح الآية لا بلو سينيفيكاتيف، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ما قالش إنما يخاف الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. علاه يخشاو؟ لأن العلماء يفهموا بلي الله كاين وبلي هو القدرة وهو القوة الحقيقية. وعلاه يخشاو؟ لأن العلم نتاعهم ضعيف أنه يقدر يسيطر على الكره الإلهي. دونك تبقى الخشية من قلة العلم رغم العلم، يعني مالغري لا سيونس اكيز كي لو را بيرمي دو فريمون كراندر لو ديفان tout en comprenant sa puissance ou en palpant sa puissance par leur savoir scientifique, mais ils demeurent craintifs parce qu'ils ont compris que leur science ne peut pas cerner le divin. D'ailleurs, نلقاوها هذه نوعا ما إيحاء كي يحكيو على الروح، يقول له ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما قالوش وما وصلتم إليه من العلم، والله ما تعلمتموه، والله ما وما أوتيتم. صافي دير العلم في حد ذاته سي ان دون، والحكمة سي ان دون. يقول له ومن أوتي الحكمة فقد أوتي شيئا عظيما. حكيم هلكتني هنا، حتخرجني من خلينا نهبط الامور نتاع القروده والقرلوات والفيران، هذه امور كبيره ونقيه وتاع قاعده صحيحه وتاع تفكير عميق وتدبر قران وعبادات عقلانيه ماشي عبادات حركيه. ماشي او قال الامام الفلاني حلال وحرام. كاين ائمه حطوا روحهم في بلاصه ربي، يدو مالك وابو حنيفه وابن ترميه وجون سي باكي انكار. التحريم والتحليل من خواص الله عز وجل، لا يحرم الا الله. النبي الرسول ما يحرمش وما عنده حتى حق يحرم. واللي يقول الرسول حرم فهو مشرك، واللي يقول النبي حرم فهو مشرك، لانها من خاصيه الله عز وجل. وفي القرآن يقولها لكم يا الكوافا يا البكبك، أتقولون هذا حلال وهذا حرام؟ فباش ما نخلطش الآية فيما معناه. با حكيم با هنا ديتني الموضوع نحب نحكي فيه، داير سي لي فري مواضيع نتاع الصح الحقيقية اللي نورمال ما نهضرو فيها سيرتو بعد السن اللي لحقنا له، ونحبوا نتعلموها ونحبوا نفهموها ونحبوا تكون عندنا الإيمان نتاعنا ندعموه بثوابت علمية باش نكونوا من المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين، واللهم احفظنا من الكذابين والكاذبين والمكذبين. أعوذ